أهلا بكم في زوايا الحدث والتي نخصصها للوقوف على مستجدات المسار السياسي في الحديدة وتوقعات الإحاطة الأممية. استهدفت ميليشيا الحوثي الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة. مصدر حكومي قال إن الميليشيا استهدفت الفريق بصواريخ كاتيوشا أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانيين في الحديدة، مشيرا إلى أن الميليشيا تسعى لإفشال أي جهود لإنقاذ اتفاق ستوكهولم. وأضاف المصدر أن استئناف اجتماعات اللجنة برئاسة الدنماركي مايكل لوليسغارد تعثرت أمس بسبب مقال إنه تعنت الحوثيين. هذا وعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مغلقة للاستماع لإحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بشأن تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وبحسب مصادر إعلامية فإن المجلس دعا إلى التطبيق العاجل والأمين لاتفاق ستوكهولم وفتح ممرات إنسانية، كما حذر من تداعيات القتال العنيف بمحافظة حجة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل يمكن القول إن الأمم المتحدة فشلت في إيجاد تسويات وإن مجزأة للقضية اليمنية؟ وإلى متى ستظل اليمن حبيسة الفشل والتعنت في المسار السياسي؟ وما هي البدائل؟ مرة أخرى تدفع الأمم المتحدة بثقلها خلف جهدها الرامي إلى إنجاح اتفاق ستوكهولم المهدد بالفشل بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين والتهدئة في الحديدة وموانئها الثلاث. ففي جلسة وصفت بأنها من خارج جدول الأعمال، يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرى التوافق عليه بين الحكومة وجماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. رفض الحوثيين للانسحاب من الحديدة يفسر من قبل الدبلوماسيين الغربيين بأنه تعبير عن انعدام الثقة، ليس إلا ما يستدعي إعطاء تطمينات كافية للأطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق، وفقاً لأحد هؤلاء الدبلوماسيين. فيما حث سفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن الطرفين على تطبيق اتفاق ستوكهولم بصفته الخطوة التي ستؤدي إلى نهاية الصراع. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعد تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تضمن الحاجات الأولية للفترة من أبريل وحتى يونيو من هذا العام، والتي تصل كلفتها إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار. وبحسب التقرير فإن البعثة ستشمل نشراً أولياً ل75 مراقباً دولياً وأمانة عامة تضم موظفين في مجالات الإدارة والدعم والأمن، بما يمكن البعثة من قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار والإشراف على وقف النار وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة ورصد امتثال الطرفين لوقف النار والعمل معهما حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ الثلاث وفقاً للقانون اليمني. وكان اللافت في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنه شدد على عدم استئناف العمليات القتالية الكبرى فقط، مع تأكيده أنه حتى الآن ما من إشارة تدل على معاودة الأعمال العدائية الكبرى على نحو يبقي المجال مفتوحاً للمناوشات والاشتباكات المحدودة كأمر اعتيادي لا يؤثر على سلامة تنفيذ الاتفاق. وميدانياً تصاعدت المواجهات بالأسلحة الثقيلة والصواريخ وسط وشرق مدينة الحديدة، فيما أفادت مصادر حكومية بأن الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار تعرض خلال اجتماع له مع قادة ميدانيين في الجيش للقصف بصواريخ الكاتيوشا من جانب الحوثيين، واصفة الهجوم بأنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة للميليشيا لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القاطبي، وكذا من الرياض الخبير الاستراتيجي لواء محمد القبيبان. أبدأ معك سيد القاطبي من نيويورك. إذا كان هناك جلسة قبل حوالي ساعة لمجلس الأمن، جلسة مغلقة تحدثت عن الشأن اليمني، من المفترض أن لوليسغارد وكذلك مارتن جريفيث قد قدما إحاطة لآخر المستجدات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم عموما والحديدة بوجه الخصوص، لكن الآن هل يمكن لنا الحديث على أن الأمم المتحدة فشلت فعليا في الخروج بتسوية وإن مجزأة للملف اليمني؟
أنا في اعتقادي أنه يجب أن نسمي الأسماء الأشياء بمسمياتها. ما حصل في السويد هي مجرد تفاهمات وليس اتفاقات. يعني صاحب ذلك اللقاء بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية نوع من الزخم الإعلامي، لكنه لم تكن هناك أي اتفاقيات حقيقية، لم توقع أي من الجهات على أي اتفاق. كان ذلك فقط بادرة من الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي إلى اليمن، لكنه لم يكن هناك اتفاق ملزما من أي طرف لتطبيقه. فلذلك أنا في اعتقادي أن اليمن دخلت الآن في اللعبة الدولية الكبرى التي لا لليمنيين علاقة بما يجري في الحديدة ولا خارج الحديدة ولا داخلها. الآن الهدف من الحديدة هو تأمين الممرات البحرية الدولية، وهم يبحثون، أنا أقول هنا المبعوث الأممي والدول القوية والفاعلة في المنطقة، على الاستيلاء على الموانئ والجزر اليمنية كما فعلوا في الكثير من المناطق اليمنية لتأمين الخطوط البرية البحرية. لكن المثير للجدل هنا أنه لا يوجد أي شيء آخر اتفق عليه أي من الأطراف، ولا يوجد أي شيء يساعد اليمنيين في إنهاء محنتهم وفي إنهاء الاقتتال وفي إنهاء الانقلاب وفي تحسين المعيشة وتحسين وضع اليمنيين وتحسين يعني حتى انتقالهم بين الخارج والداخل. ما نراه اليوم هو مجرد ذر الرماد على العيون من أن هناك عملية أو حتى جزء من عملية، لكن أنا في اعتقادي أن الآخر اليوم أصبح الأمر واضحا بأن هذه جزء من لعبة دولية لمماطلة الحرب في اليمن، ومن أجل استنزاف خيرات الشعوب العربية، وأيضا من أجل يعني تحطيم الهمة اليمنية من أجل القبول بأي تسويات قابلة بين أطراف إقليمية ودولية ليس للشعب اليمني أي علاقة بذلك. فهذه هي الحقائق. نحن لا نتكلم على مؤامرات، نحن لا نتكلم على وهم، نحن نتكلم على حقائق. يعني ما يجري على الأرض يثبت ذلك، ما يجري داخل المنظمات الدولية يثبت ذلك، ما يجري داخل مجلس الأمن يثبت ذلك. فلذلك لا يوجد أي ضغط حقيقي من أجل إنهاء كل تلك الجرائم والاستيلاء على ميناء الحديدة. إذا كان هناك من ضغط دولي حقيقي فليتم من أجل إنهاء الانقلاب، فليتم من أجل استعادة الشرعية وتقوية الشرعية، لكن كل ما يجري على الأرض هو عكس ذلك. تقويض الشرعية، تمكين الانقلاب من البقاء على المناطق للسيطرة على المناطق التي يسيطر عليها، وهذا ما يجري للأسف الشديد. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد القاطبي. أذهب إليك سيادة اللواء محمد القبيبان. اتفاق ستوكهولم وما تمخض عنه الذي يعني يتحفظ السيد القاطبي على تسميته كاتفاق، يقول أنه لم يوقع عليه في نهاية المطاف أي أحد، كانت فقط مجرد تفاهمات وإن ببروباغندا إعلامية كبيرة ربما أو زخم إعلامي إن صح التعبير، لكن كان هذا الاتفاق أو التفاهمات أيا كانت وما تمخض عنه بخصوص الحديدة ربما وفقا لكثيرين آخر فرصة للميليشيا للدخول في مسار سياسي. هذه المرة يبدو أن الميليشيا تفوت الفرصة، على الأقل بحسب ما تقوله المصادر الحكومية وأيضا التحالف العربي في رسائله لمجلس الأمن. ما هي البدائل المطروحة اليوم؟ أهلا وسهلا وأحييك وأحيي الضيف والمشاهدين الكرام. البدائل يعني للأسف أنا ما رأيت اليوم في المؤتمر الصحفي للسيد الأرياني يعني وضح لي نقاط وأثبت أنه في فعلا تغيب واضح من الحكومة. خلينا المجتمع الدولي عمل اجتماع في السويد، المقاتلين في الميدان أدوا واجبهم، الحوثي تمرد واستغل هذه الفرقة وهذا التشرذم فيما يخص الأحزاب والفرقاء اليمنيين واستغل يعني تدمير للحجور وقبائل الحجور، هذا أكبر دليل. وتعدي على الفريق الأممي تحدي أكثر واضح. ولكن إحنا نتساءل وجيه ونقول في ظل هذه الظروف والانتظار وإيقاف القتال من فترة، أنا وأنت تكلمنا أكثر من مرة وعلى كذا قناة وأتابع ضيوفكم يتكلم يقول لك أن الحكومة تريد أن تعطي فرصة للسلام. اليوم إحنا ندخل شهرين ونص تقريبا من هذا الاتفاق، خلينا نمشي مع الأخ إبراهيم ونقول أنه
لا اتفاق يعني وتم التوقيع ويتم المرجعية له، ولكن أنا أعتقد أنه يعني كان خطوة جيدة من السيد مارتن جريفيث على أنه يعني يكون هنالك مبدأ سلام. ولكن أين الحكومة؟ يعني إذا أنه شهرين ونص وهذه للمرة الثانية الانقلابيين يقومون بإطلاق النار على الفريق الأممي الميداني، يعني ماذا ننتظر بالله يا أستاذ وجيه؟ أنا أبغى أفهم حاجة، اقنعني اليوم السيد الأرياني يقول لا أعلم ماذا يحدث، إيش اللي باقي يعني لنا نحن كمراقبين اللي بندري ولا اللي برا اليمن ولا مين اللي بيشرح لنا الصورة، إلا أنه هنالك فعلا يعني أنا ما أقدر أقول لك تواطؤ وأنزل إلى المستوى، لا أنا أقول لك في اختلافات كبيرة. يعني فخامة الرئيس أوفد وزير الدفاع قبل كم يوم إلى معرف واجتمع بالقادة العسكريين مع وزير الدفاع وتحدث مع قادة المناطق والمنطقة الخامسة وقال لك بنروح ندعم الفجور وندعم المناطق المحاصرة في حجة والحديدة. ما أشوف يعني يغافلين لكم الله، يعني تجاهل واضح من الحديدة، لا بالعكس في هنالك إطلاق نار على السيسة وعلى هيت وعلى مناطق يعني تم تحريرها من قبل ويريد أن يستهدف. ألخص لك أنه الحكومة مغيب الآن، هل نواجه هذا الأمر بالانتظار ونصبح زي ما قال في آخر مقابلة أنا أستاذ زعزع لما قال أعطيه خد الأيمن وقل له لا إذا هذا ضرب على الخد الأيسر؟ فأنا أعتقد أنه هذا مضيع للوقت، والشعب اليمني لن يقبل، الشعب اليمني بحد ذاته لن يقبل هذه المهازل، إنما كان هنالك في ضبط نفس سواء من القادة الميدانيين، كان هنالك ضبط نفس من القبائل، ضبط نفس شعبوي، لعل وعسى أنه ينحل موضوع الحديدة ويكون مثال. ولكن أنا برأيي الشخصي أن هنالك تغييب واضح من الحكومة، وأعتقد أنه يعني معليش تصريحات جميلة، المشاركة بالسوشيال ميديا لطيفة، الذهاب إلى الميدان أحيانا تكون أمور طيبة، ولكن بعد كم يوم إحنا نبي ندخل، اليوم 13 مارس، بعد كم يوم نبي ندخل تقريبا ننتهي ونبدأ في أولويات السنة الخامسة. فأنا أعتقد أنه هذا أمر مغيب عن الحكومة، لا أعتقد فيه قيادة جادة بمعنى أنه هنالك خطوط حمراء، اليمن يتعذب المدنيين، هنالك يعني إجرام كبير رأيناه في الحجور وما يفعله الحوثي، المدنيين بحالة يعني مأساوية، السفن يحتجزها الحوثي وكأنه هو اللي يتحكم في المنطقة. ما الذي يحدث يا أستاذ وجيه؟ سواء أن هنالك غياب كامل من الحكومة، احترم وزير الخارجية أو قدر تصريحاته أو قدر تنقلاته وقدر ما يفعل من جهود، ولكن هنالك مشكلة ميدانية، مشكلة ميدانية داخل اليمن فيما يخص الأحزاب. وتحدثنا أنا وكثير من الزملاء اليمنيين على قنوات عديدة بأن هنالك في فرقة، كل واحد يقول أنا أبغى أصير الزعيم، وهذا ما دعا الحوثي وأيضا الأمم المتحدة يعني يريد أن يسجل للسيد مارتن جريفيث، خلينا نقول يعني تاريخ مشرف لأنه استطاع أن يجمع الفرقاء اليمنيين. ولكن المعركة ليست في بلده، لو هي جنب بلده انتفض العالم كله. أنا في المملكة العربية السعودية نحن نريد الاستقرار لليمن وكذلك دول المنطقة ودول الخليج. الإيراني الآن تحت الضغوط المخيفة، وهي فرصة لأن الآن الجانب الأمريكي يعني خلينا نقول كلنا على نفس الطريق، ولم يتم استغلال هذا الأمر، وخاصة أنه رأينا فعلا أن هناك تهديد للملاحة والممرات المائية. فأعتقد أنه إعادة تقييم الموقف، رئيس الوزراء يظهر لنا فجأة على احترمه وقدره وجل الحكومة وجل تقدير جميع الأخوان في الحكومة، ولكن إذا لم يتحرك الشعب اليمني فجأة بينفلت من الحكومة الموضوع، ولن تستطيع أن تتواجه، لأنه هذه قبائل اليمن تركيبة قبلية لن يرضوا بالمهانة، وإنما هو احتراما لفخامة الرئيس واحتراما للتحالف، وإلا لن يرضوا. يعني طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد القاطب. معليش آخر نقطة، شايف أنت الحجور بأعداد بسيطة وقفت قدام الحوثي بالرغم من الصراع منهم من الخمسينات، أنا لما قرأت عن التاريخ من الخمسينات. يعني إذا بغى الرجل والمرأة اليمنية للذهاب بعيدا مع الحوثي سوف يضرب بالحائط كل المقررات ويذهب، ولن يرى
هذه المهانة من المجتمع الدولي أو الحوثي. طيب دعني أنقل هذه النقطة فيما يتعلق بالحكومة ودورها إليك سيد القعطبي، وأسألك هل الحكومة غائبة فيما يتعلق بالعمل الجاد على المسار السياسي أم أنها مغيبة؟ أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا. ضيفك يتحدث ويحاول يعني تغيب الحكومة من خلال حديثه، لكن الحديث هذا كما يقول المثل اليمني يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. يعني من قيب الحكومة الشرعية، من قوض الحكومة الشرعية، من أنهى الحكومة الشرعية هو التحالف السعودي الإماراتي. منعوا رئيس الجمهورية من العودة إلى الوطن، ذهبوا إلى تقويض الحكومة الشرعية واستبدالها بميليشيات الأحزمة الأمنية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق التي كان من المفترض أن تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بل ضربت القوات الشرعية داخل عدن من قبل الطيران الإماراتي. هناك كثير من الدلائل إنه الإمارات والسعودية ذهبت بكل ما لديها من قوة فقط لتقويض الحكومة الشرعية وتبديلها بميليشيات، وهذا كان عمل ممنهج من أجل إبقاء، يعني من أجل أن تكون لهم القبضة القوية في الجنوب اليمني. لكن ضيفي يتحدث عن مسائل سياسية، إذا كانت هذه مسائل ميدانية، مسألة تواجد على الأرض، ضيفي يتحدث عن مسائل سياسية الآن، عن مسألة تحركات سياسية وتفعيل الأدوات السياسية للحكومة. الحكومة اليمنية هي مجرد فريق عمل، لا يوجد حكومة بدون مؤسسات. الحكومة اليمنية لا يوجد لها مؤسسات، الوزير اليمني يمتلك فقط موظفين داخل الرياض وليس لهم أي مؤسسات على الأرض، هذا بعمل ممنهج من قبل التحالف من أجل السيطرة على المناطق الهامة في اليمن. فلذلك لا يجب أن نحمل الحكومة الشرعية أكبر من ما هي فيها. طبعا هي تتحمل يعني المسؤولية الأخلاقية كونها هي الشرعية اليمنية الذي ينظر إليها اليمنيين بتحمل دورها، لكننا لا نستطيع الذهاب بعيدا. هو أيضا يتحدث على أن القبائل اليمنية لن توقف مكتوفية اليد الأيدي. يعني نتكلم أنه الجيش اليمني لا يوجد ولا لديه حتى طائرة واحدة، من يوجد لديه الطائرات الحربية والهليكوبتر هي قوات التحالف العربي، وأنها لم تساعد حتى أصحاب حجة في انتفاضتهم ضد ميليشيات الحوثي. فلذلك هي تحاول يعني تحريك الشعب ضد الحكومة الشرعية من أجل إنهاء ما كانت يعني تأمل به من الأيام الأولى، وهو تقويض الشرعية بالكامل، ومن ثم استبدالها في الشمال في الجنوب بالميليشيات المجلس الانتقالي، ومن ثم في الجنوب بما يسمى بالميليشيات الحوثية. هناك وضع يجب أن نتحدث به بكل صراحة. أتى التحالف العربي ليس من أجل استعادة الشرعية، وكل ما يجري في الأرض هو واقعا يقول أن هناك أطماع إقليمية بقيادة السعودية والإمارات، وأطماع دولية بقيادة بريطانيا والولايات المتحدة، كون اليمن يقع على أهم الممرات المائية الدولية ويجاور لأهم مناطق النفط في العالم، ولدى اليمن كثير من الخيرات، فهم الآن يشرتمونه ويجزئونه ويحاصرونه. طيب يعني هي الحلقة الآن، يعني نحاول في هذه الحلقة معرفة أسباب أو لماذا فشلت الأمم المتحدة يعني بشكل أساسي في إيجاد تسويات وإن مجزأ القضية اليمنية. دعونا نعود إلى هذه النقطة أو هذا المحور بشكل أساسي وأسألك فيه سيادة اللواء، هل يمكن القول الآن، يعني هناك من طرح على أن مسألة تحديد فريق لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة هو شكل من أشكال التجزئة للملف اليمني، التي يبدو أنه حل ابتكره جريفيثس لمحاولة الدفع بعملية السلام في اليمن، هل حتى هذا الحل فشل الآن؟ هل يمكن القول بذلك؟ فيما يخص أنه يكون هذا حل جزئي أو على الأقل يؤخذ كمثال، أنا أتوقع أنه كان السيد مارتن ينظر إلى هذا المفهوم، هل أنه يكون هنالك الحديدة كمشكلة حل للأغراض الإنسانية، ومن ثم قد يكون هذا مثال جيد وتنطلق منه باقي المحافظات، لأن الحديدة هو يعني رمزية الحديدة في الاقتصاد وليست صنعاء في بنكها أو مما يخص
يعني كعاصمة أو صاعدة وهي التهديد الأول للمملكة، لكن هذه أنا قد أقول لك أنه يريد أن يجزئ ليأخذ انتصار جيد. هل نجح أم فشل؟ ما رأينا إلى الآن. أكيد نعم هو فاشل، لأنه أنا أساساً أنظر لاتفاق السويد اتفاق فاشل. تجمع لي صراع أو تجمع لي مجموعة متصارعة ميليشاوية، هذا كان أول غلط. الغلط الثاني أنك لم تخرج معه باتفاق موقع، وإيش اللي 5 أيام والصراع له أكثر من 3 سنوات. بالعكس الحوثي هذا من 2000 ومدري كم في صراع مع الحكومة اليمنية. لذلك هذا الاتفاق كان هشاً، وكان اتفاق فقط يراد له يعني، أو بمعنى صح أنه أوتي من قبل يعني ضغوطات دولية. ونذكر جميعا وزير الدفاع الأمريكي ماتس عندما كان يعني وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة يقول يعني نعطيهم شهر ومن ثم نذهب إلى مفاهمات، وإلا سوف يكون هنالك حديث آخر. هذا من ناحية إجابة سؤالك. أما من ناحية ما تكلم عليه الأخ إبراهيم، يعني يا أستاذ إبراهيم أنا ما أبغى أحول الحلقة إلى نقاش بيزنطي، أنت قاعد تقول الكلام ذا من 3 سنوات وكأنها عذرة البليد الذي يمسح السبورة، ما عنده شغلة إلا بس تمسح السبورة. طيب دعنا لا نخرج سيادة لواء عن الموضوع، لأنه هو جالس يقول أطماع. معلش أنا ما قاطعته، والله أحترم أستاذ إبراهيم وأقدره، لكن أطماع للتحالف، أطماع للأمارات، أطماع للمجتمع الدولي، يا سيدي هي ليست أطماع ولا شيء، هي حرب عبثية من قبل الحوثي ودعم فيها إيران لاستمرار عدم استقرار المنطقة، لهز الاقتصاد للمنطقة المملكة العربية السعودية ودول الخليج. فهذا الحوثي مدعوم بطريقة أخرى ويسهل لا إيصال هذه المساعدات لاستمرار الحرب. أما أطماع الدول التحالف، اليمن قبل لا تجي أنت وقبل لا أجي أنا لها علاقات مع المملكة العربية السعودية من مئات السنين أو من أكثر من 70-80 سنة، وعلاقتها جيدة ودائما المملكة داعمة لليمن باستقرارها. مهما حصلت خلافات، لا تقول لي ما يصير خلافات، حصل خلافات سابقة وهي نعم، ولكن هذه الأمور السياسية. دولة الإمارات العربية، أستاذ إبراهيم عطني يعني ماذا فعلت جيدا الامارات في المناطق التي يعني تخص الجنوب والمناطق الجنوبيه عدن والى اخره. لا تكون انت يعني مره ذهب. طيب دعني اعود الى النقطه، يعني قد طرحت ما لكن انا طرحت الكثير في هذا السياق سياده اللواء فيما يتعلق بان جيمس ماتس، انت اشرت الى انه دعنا يعني ليعطي المجتمع الدولي لليمنيين شهرا لإعطاء المسار السياسي ومن ثم يمكن اتخاذ حل آخر، وأنا كنت سألت قبل ذلك عن البدائل. الآن يبدو المسار السياسي على شفا الهاوية، يصرح بذلك حتى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ويقول إن يعني نحن أمام آخر فرصة ل يعني تماسك اتفاق ستوكهولم. ما هي البدائل المطروحة الآن؟ برأيي أنه الوضع العسكري غير مرضي، بوضعي أنه هنالك يعني عدم قراءة جيدة وعدم استعداد جيد من قبل وزير الدفاع ونائبه وقادة المناطق. أنا انتقدت كثير قيادة القوات المشتركة وأشرت إلى أنه لا يجب أن تطول الحرب أكثر مما طالت، لأنها سوف تعود بعكسية على الدول التحالف. لذلك هو ليس كإجراءات أنا أتحدث عنها لا، وإنما أقول أنه هذا ما يحدث هو شيء عبثيا، هو مضيعة للوقت وخسارة ليس لها أول ولا آخر. لذلك ما يجب على التحالف، ما يجب على الجيش الوطني، ما يجب على وزير الدفاع أن يقيم الوضع مرة أخرى وأن يذهبوا بعيدا. وإلا زي ما رأينا احنا يعني تمادى الحوثي وأطلق يعني أعيرة نارية على الفريق الآخر، معناه أن هناك استهتار. فإذا كان هذا الوضع سوف وتم تجاهله، والله أنا ما ألوم المجتمع إذا بدأ ينتقد ما يحدث في اليمن. طيب يجب أن نوقف هذه المهزلة من قبل جماعة لصوص. نعم سيادة لواء، الله لو نفك عليهم يعني لواء العمالقة لا يأكلهم أكل. ولكن ما أعتقد أنه عدم التقييم، أو ما أعتقد أنه هذا شيء مقبول
ويجب إعادة التقييم العسكري مرة أخرى. طيب سيادة اللواء، دعني أنتقل الآن بسؤال أخير لك سيد إبراهيم القعطبي، ما هي البدائل من وجهة نظرك الآن في ظل هذا يعني الانسداد إن صح التعبير في سياق الحلول السياسية، سواء حل كامل أو حل مجزأ كما تابعنا في الأيام الأخيرة؟ اعتقادي أنه الحل الوحيد هو لدى الشعب اليمني، يجب أن يكون هناك مقاومة ومعارضة من الداخل اليمني، لا ترتهن لا للخارج ولا لأي جهة ما. يجب أن تكون هناك ثورة داخلية ومقاومة داخلية لاجتثاث ميليشيات الحوثي ودحر الاحتلال الإماراتي السعودي. هذا هو باختصار إذا أردنا أن نتحدث باختصار عن المسألة اليمنية، لكن إذا ظلينا نعيش ونتحدث عن الوهم فلذلك يجب أن نتكلم على الاتفاقيات الدولية وعلى مشاورات سلام وعلى عملية سلام وعلى إنهاء الحرب، وهذا كلها مجرد أوهام وذر الرماد على العيون. الشعب اليمني هو الذي يجب أن يمتلك الكلمة، وفي آخر اليوم أنا في اعتقادي هو من سيمتلك الكلمة. الشرعية أصبحت مرهونة في الفنادق، الميليشيات الحوثية تتوسع بفضل التقويض الحكومة الشرعية، بفضل خذلان التحالف للحكومة الشرعية وللشعب اليمني. فلذلك أمام الشعب اليمني خيار واحد، وهو خيارهم، وهو تحرير أرضهم ومقدساتهم وعرضهم من الانقلاب الداخلي والاحتلال الخارجي. المحلل السياسي إبراهيم القعطبي كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا لك. وكذا الشكر للخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان الذي كان معنا عبر الهاتف من الرياض، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في أمان الله.